للسنة الثانية على التوالي بعبدة افتتحت مهرجانها السنوي في باحة سراي بعبدة الأثري في حضور فعاليات سياسية وإمائية ضمن إطار برنامج فني ثقافي متنوع أعادها إلى الخريطة السياحية بامتياز. أسماء لامعة تحيي المهرجان هذا العام لإبراز الطابع الحضاري لبعبدة، والأهم أن الدعوة عامة ليتسنى للجميع المشاركة. ليلة السبت كانت تحية وفاء للراحل الموسيقار ملحم بركات الذي أشعل مهرجانات بعبدة السنة الماضية، فكان الغائب الحاضر الأبرز، فاسترجع الجمهور في شريط فيديو قصير لقطات من الحفلة الأخيرة لفنانهم المحبب على مسرح بعبدة، كما رقصت فرقة من الدبكة على أجمل أغانيه. رفيق الدرب الشاعر نزار فرانسيس وجه تحية محبة وحنين للموسيقار من خلال قصيدة حاكى بخيوط من العاطفة. بعبدة وبعدك بعد أبعد بعد مشغول اسمك مرجلي وزنبع، شفتك بعيني سيف حامي العهد، نشمة وفا بين السما والأرض وملحم عليها صورته معلقة. الفنان غسان صليبة أحيا الحفل الذي صدح صوته الشجي بأجمل الأغاني. يا حلوة اللي مولدني وعلى السهر نسمي، راحت سني وطلت سني وعم تكبر علي. عضو بلدية بعبدة الويزي الإعلامية سنتيا الأسمر لفتت إلى أن العمل البلدي عبارة عن إماء وتطوير وخلق الفرح للأهالي. رجع اسم بلدتنا يلي ما غاب لحظة يتردد بقوة لترجع بعبدة تكتب المجد وتصنع التاريخ بصلابة وعنفوان. صحيح أيضاً إنه العمل البلدي هو إرماء، إنما أيضاً واجبنا نأمن الفرح والبهجة لكل أهالي المنطقة والجوار. المهرجان يختتم ليل الأحد بمشاركة كل من الفنانة باسكال صقر والفرسان الأربعة.